كنديرش في اطار يعني التواصل مع الجسم الاعلامي وايضا لتنوير الراي العام اللي هو هذا يعني كيدخل في ضمن الاختصاصات ديالكم حول موضوع الاني اللي هو موضوع مباريات توظيف الاطر النظاميه للاكاديميات بطبيعه الحال اطر التدريس واطر الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي. بالنسبه لبعض النقاط اللي كتثير بعض التساؤلات بغينا نوضحوا هذه النقاط اللي كتثير بعض التساؤلات ولكن قبل لا نثير هذه النقاط هذو بغيت نذكر بالسياق العام ديال هذه المباريات هذو. السياق من طبيعه الحال كاين دارج في اطار واحد الديناميه اللي هي ديناميه وطنيه عامه اللي في الشموليه ديالها من طبيعه الحال كتجي في اطار سياسه ديال ارتقاء المنظومه التربويه واللي اكد عليها بطبيعه الحال قانون الاطار في عده محطات قانون الاطار 51/17 واللي جعل منها النموذج التنموي الجديد يعني جعل من المنظومه التربويه في الصداره ديال الاولويات ديالو وكذلك تجدر الاشاره على المكانه الهامه اللي كتحتلها المنظومه التربويه في البرنامج الحكومي 2021-2026. في هذا الشأن هذا علمات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة يوم الجمعة 20 يونيو 2021 على إجراء مباريات لتوظيف الأطر النظامية بطبيعة الحال واللي هذا التوظيف هذا غادي يخص 17000 اطار ديال المنظومه يعني 17000 اللي غادي يكونوا من بين هاد الاطر مستفيده من هاد المباريات. اهم التدابير المعتمده واللي غادي نفصلوا فيها بطبيعه الحال كانوا اهم هاد التدابير كانت تبني معيار الانتقاء الاولي وكيف ما كنعرفوا في كل مباراه الا كنقلبوا على الاجود وكنقلبوا على الاطر الكفئه باش كيتحادوا في اي مباراه. اذا هذا الانتقاء الاولي بطبيعه الحال كيعتمد على الإجازة وكيعتمد على الميزة اللي كان كياخذها هذا المترشح لا في البكالوريا ولا في الإجازة إما إجازة مهنية إما الإجازة الجامعية. أيضا تقديم رسالة تحفيز بالنسبة لهذا المترشحين وكيف ما كنعرفوا في جميع المباريات كتطلب هذه الرسالة التحفيز علاش؟ باش كنعرفوا واش هذا المترشح جاي بمحض الإرادة ديالو واش كاين بعدا أنه هو عنده الرغبة والحافزيه انه يولج لهذه المنظومه التربويه لان هذه منظومه اللي ما يمكن ينجح فيها الا من يحبها واللي جالها عن رغبه وعن قناعه. اذا هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث كان هو تحديد السن اللي تحد في حد اقصى في 30 سنه بطبيعه الحال علاش من اجل تمكين نرجع للتفصيل في هذا الامر هذا من اجل تمكين هذه الاطر مده زمنيه كافيه لتطوير المهارات ديالهم والتكوين ديالهم لا التكوين الاساس ولا التكوين المستمر بعد ذلك. ايضا من بين النقاط المهمه اللي جات في هذه المذكره هو استثناء الحاصلين على الاجازه في علوم التربيه من الانتقاء الاولي. علاش؟ لان الحاصلين على هذه الاجازه في التربيه علوم التربيه هما مترشحين اللي استخدموا واحد التكوين قريب جدا من التكوين اللي غادي يكون تكميلي لهم في المراكز الجهويه وبالتالي المعلومات الاساس الى اخره كيكونوا متمكنين منها. الا بغينا نعطيو تفصيل في كل معيار غادي نمشيو المعيار ديال الانتقاء الاولي بعجاله. هذا المعيار ديال الانتقاء الاولي بطبيعه الحال قلت كيمكننا باش نمشيو لاجود العناصر. حنا كنعرفوا في جميع الدول ان المنظومه التربويه يعني كيخصنا الاجود هو اللي يولج هذه المنظومه ونشتغلوا على التكوين الاساس لهذه الاطر هذه والتكوين المستمر باش يبقاو دائما كيواكبوا المستجدات وايضا يواكبونا المتغيرات ديال المجتمع. لان الان رحنا المتغير الاكبر هو ان دابا رحنا ولينا كنهضروا على تعليم رقمي ولينا كنهضروا على واحد المبادئ ديال التعلمات اللي تغيرات. رحنا دزنا متطلقين دزنا ان الطفل ولا التلميذ كيولي هو في صلب العمليه الجوهريه حتى دزنا انه يبني التعلمات ديالو بطرق متعدده وبطبيعه الحال اهم الطرق الان هو الجانب الرقمي وبالتالي هاد اجود العناصر خص
خص يكون عندهم الملكات اللي يمكنهم انهم يواكبوا المتغير ديال المتغيرات ديال المجتمع ويواكبوا الخصوصيات ديال هاد التلاميذ اللي حنا دابا عندنا في المدارس المغربيه. ايضا عندنا تحديد السن الاقصى 30 سنه. علاش 30 سنه؟ اولا بغيت غير نذكر بواحد العمليه اللي ربما في بعض الاحيان كنساوها، هي ان المنظومه التربويه منذ دائما كانت المنظومه التربويه كيوجهوا لها المترشحين في واحد السن جد مبكره، يعني منا والجميع اللي دابا في المنظومه التربويه راه اطر اللي كانت كتاخذ الباك وكتدوز للتكوين الاساس، واما كتكون عندها واحد الاجازه وكتمشي للتكوين المستمر ولا التكوين الاساس مثلا في المدارس العليا. وبالتالي دائما كان السن يعني كيكون سن صغير جدا، ما كانش كيوصل في غالبيه الاحيان حتى 30 سنه. هاد النصوص التنظيميه المعمول بها اللي كتسمح للوزاره بتحديد هاد السن الترشح، وهاد النصوص التنظيميه كتهضر على ما نمشيوش اقل من 18 سنه في الوظيفه، ولكن ايضا ما نتعداوش 45 سنه، يعني ما بينهما اي حاجه، يعني على حسب الخصوصيات ديال المشغل ولا ديال المنظومه كتختار شنو هما المحددات اللي غتمكنها دير انجاح العمليه التعلميه داخل المؤسسه التعليميه. قلت ان هذا الامر ديال 30 سنه من طبيعه الحال هذا واحد الجانب اللي غادي يجذب لنا المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التربيه، لان فاش كيدخل واحد مترشح شاب كيكون عنده الوقت الكافي باش ياخذ تعلمات الاساس، ولكن ايضا كيكون عندنا الوقت الكافي باش يكون عنده تكوين مستمر الذي يتماشى مع المتغيرات والمستجدات ديال المنظومه، وبالتالي كيبقى عنده واحد المسار مهني طويل. والاستثمار في هذه الموارد البشريه كيمكن توصلوا بالاكل ديالو في المنظومه التربويه من بعد واحد السلك تكويني ديال واحد المجموعه ديال التلاميذ اللي كيدخلوا في واحد المرحله معينه، وبالتالي هذا المحدد ديال السن حنا كنعرفوا الرؤيه الاستراتيجيه 2015-2030 الا لاحظتوا معايا هي واحد المده زمنيه اللي فيها 15 سنه، يعني الا هضرنا على هذا المترشح خصو يدخل ويتكون التكوين الاساس ويستخدم التكوينات المستمره وعلى الاقل يواكب واحد السلسله ديال التلاميذ على الاقل واحد 15 سنه بسلك عادي للتلميذ. اذا هنا الى دخل في واحد السن شويه متاخره ما كيستكملش معنا هذا السلك التكويني ديال التلميذ، وبالتالي كيكون الاستثمار في هذا الاطر كيكون ما كيديش الوظيفه كامله. هذا لا يعني ان الاطر اللي وجدت في المنظومه في واحد المحطه من المحطات في سن يعني اكثر من 30 سنه راه ماشي اكفاء ابدا، لن نقول هذا وما يمكنش، ما كاينش حنا لا نختلف على ان الاطر اللي وجدت في المنظومه تؤدي خدمه للمنظومه يعني كيستافدوا من تكوينات مستمره الى اخره، ولكن دابا حنا في اطار واحد السلسله الاصلاح الشمولي. هذا الاصلاح الشمولي راه بدا اولا بالتكوينات ديال الاطر اللي دابا تشتغلوا في الميدان. هذه العمليه ديال التكوينات يعني في السنتين الاخيرتين رحنا تكوين جذري اللي هو كيدخل في اطار التكوينات المستمره لجميع الاطر بايام يعني جد مهمه ديال التكوينات وبواحد ميزانيه ضخمه اللي استثمرت في تكوين المستمر لهذه الاطر. ايضا قلت في اطار هذا الاصلاح الشمولي يعني كاين اشتغال على المناهج، كاين اشتغال بطبيعه الحال على التعلمات الاساس، على التعليم الاولي، المخرجات ديال التوجيه، الاضافات المكون ديال مشروع المؤسسه المندمج، مكون التوجيه داخل مشروع المؤسسه، هاد اعاده النظر في العلاقه مع المجتمع المدني وخصوصا جمعيه الاباء مع المنظومه التربويه. اذا نحن ما نشوفوش هذا الاصلاح غير في الحد ديال السن، ولكن نشوفوا في الشموليه ديالو، يعني كنحسنوا المنظومه التربويه وكنصلحوا من جميع الجوانب باش نقدروا نقولوا ان الاصلاح كنزلوا على قدميه الاثنين وانه غادي ينزل بواحد الشكل صحيح واللي كيبني المنظومه التعليميه. من طبيعه الحال الاستثمار في التكوين الاساس المستمر مراكمه الخبره، حنا كنهضروا على مراكمه الخبره طويله، هضرنا على شباب اللي غيكون العميل ديال السن غيكون يخدم المنظومه التربويه، لان شحال ما كان الاطار قريب من السن ديال التلاميذ شحال ما كان التفاهم، شحال ما كان الاحساس بالحاجيات ديال داك التلاميذ، ولكن تقدروا تطرحوا السؤال تقولوا هادو اللي عندنا دابا ب 50 سنه ولا اكثر من 50 سنه في المنظومه، واش ما كتشوفوش انهم كيبعدوا على هاد الجينيراسيون؟ هادو اللي راكموا خبره وتجربه واستافدوا من تكوينات وعندهم سن متقدمه في المنظومه، هادو راكموا خبره اللي كتحول لهم انهم يتعاملوا مع هاد الاطر ومع هاد المستجدات.
المستجدات ديال المنظومه بواحد الشكل صحيح وواحد السلاسه بواحد المنطق ديال تمكين التلاميذ من الخبره ديال الاساتذه والتجربه ديالهم. بطبيعه الحال تقديم المترشحين لرساله حفيزيه كيف ما قلت قبيله، انا كنقول هذا ايمان سيت ان ميتيي ديال لي باسيوني اللي كيحبوا هذه المهنه. راه ما يمكنش كل ما جاي حنا ما يمكنش نجاوبوا على واحد الحاجيات مجتمعيه ونخليو شنو هو التوجه الصحيح ونخليو المصلحه الفضلى للتلاميذ. المصلحه الفضلى للتلاميذ انه الناس اللي يوجهوا المنظومه التربويه يكونوا ناس مقتنعين بالرساله التربويه المحضه ومقتنعين بانهم كيؤديوا واحد الرساله داخل هذه المنظومه، ماشي بحثا عن العمل ولكن بحثا عن خدمه المجتمع، بحثا عن خدمه المنظومه التربويه. وهذا الشيء علاش الرساله ديال التحفيز كتبين لنا هذاك اللي غيبلج هذه المنظومه شنو هو الحافزيه اللي خلاته باش يجي يشارك في هذه المباريات. اخر مستجد كانت المذكره هو استثناء الحاصلين على الاجازه التربيه من الالتقاء الاولي. من طبيعه الحال هادو تلقاو واحد التكوين اللي هو ديداكتيكي، وكذلك في اخر السنه الاجازه كيديروا واحد البحث وتدابير، هذا كيخليهم يكون عندهم واحد الخطوه استباقيه في ولوج هذه المنظومه، يعني كيكونوا تشبعوا بالمبادئ الاساسيه ديال المنظومه التربويه، وبالتالي كان الاختيار ديالهم مبدئي قبل الولوج الى المهمه هما اختاروها عن قناعه، لانهم مشاو لواحد الاجازه مهنيه اللي كتهم المنظومه التربويه. ايضا بغيناها تكون هذه المنظومه التربويه بغيناها تكون رافدا اساسيا لولوج المهنه، بغيناها تكون تولي ذات جاذبيه، يولي هذاك الشاب باش يقلب على مهن اخرى وفي الاخير يبقى كيرجع للمنظومه التربويه. بغيناها تكون اولويه ملي اختارها يجي للمنظومه التربويه ويوجد عليها ويكون متيقن انه غادي يدخل هذه المنظومه خدمه للمنظومه التربويه وللصالح العام. اذا هذا في المجمل اللي بغيت نتقاسمو على اساس ان الاعلان على اجراء المباريات. حنا الان كنهضروا على واحد المباريات اللي قلنا 17000 مستفيد اللي غيكون من هذه المباريات، ولكن الان يمكن لي نقول لكم ان حنا العدد اللي غادي يتخاذ رحنا دابا وصلنا في استقبال يعني الدوسيه ديال المترشحين نقدر نقول لكم شي 120-140% على العدد اللي مسموح ناخذوه، ماشي العدد اللي غيتخاف، العدد اللي مسموح ناخذوه، يعني رحنا الاعداد الهائله ديال المترشحين اللي توصلنا بالدوسي ديالهم، واللي يفرح القلب ان الحمد لله داخل هاد الاعداد كاينين الكفاءات وكاينين المترشحين اللي حاصلين على اجازات بميزات طيله داك السنوات الدراسيه ديالهم. وهذا كيبين لان واحد اللي عنده الامكانيه انه يمشي يترشح لواحد المباريات في قطاعات اخرى والمباراه ديال التوظيف في التربيه الوطنيه دار الاختيار انه يجي للمنظومه التربويه، هذا كيكون عنده بطبيعه الحال حظوظ كبيره باش يولج للمنظومه التربويه، والمنظومه التربويه كتستاهل الافضل والاجود لان اي قطاع الا ويمر عبر المدرسه المغربيه، وبالتالي الكل عنده الحق في مدرسه مغربيه منصفه، مدرسه مغربيه اللي عندها واحد الجوده، مدرسه مغربيه اللي الاطر ديالها كيتحلون بكفاءه عاليه. ناخذ واحد اللائحه باش شريك كان ممكن ناخذ اللائحه. وكما تتابعون معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي في هذه الاثناء الندوه الصحفيه التي تعقدها المديره الاعلاميه للتعليم بعد احتجاجات الطلبه المشاهدين حول الشروط التي تم وضعها مؤخرا في قرار وزاره التعليم، والموضوع هو حول توظيف الورقه النظاميه للاكاديميات. كما سمعتم معنا مشاهدينا الان كان هذا عرض السيدة المديرة، والآن أسئلة الإخوة الإعلاميين الحاضرين لهذه الندوة. بدل هذا خلي
واش نجاوب على كل واحد على حده ولا نجمع الاسئله كلهم نجاوبوا؟ ندير اجوبه تركيبيه ربما تكون اسئله متشابهه. الاخوان اللي يقدم الاسم ديالو منبر اعلامي. تفضل سي رشدي التهامي. رشدي التهامي حدات المغربيه. السيد المدير الاقليميه، اولا تنشكرك على هذا اللقاء التواصلي. لقاء تواصلي مع مختلف وسائل الاعلام المحليه والجهويه، وهذا اللقاء التواصلي في تقديرنا لانه دخول السنه الدراسيه الحاليه كان يقتضي لما تنتهي من الترتيبات كلها، تنتهي من الترتيبات ديال الدخول الدراسي، دير واحد البلاصه خفيه تدير فيها تقييم عام الدخول الدراسي. هذا الشيء ربما ما عرف الظروف الطريقه اللي كانت متزامنه مع هذا الدخول الدراسي الحالي، ولكن اساسا في المجهود اللي دارته وزاره التربيه الوطنيه ايضا مع وزاره الصحه وايضا مع وزاره الداخل فيما يتعلق بتامين الحاله الصحيه للمتدرسين وايضا للعاملين في القطاع. وهذا العمل هذا عمل بطبيعه الحال هو مشكور اللي تتميز به الدخول الدراسي الحالي، لكن الحدث اللي فضل نفسه حاليا هو تسقيف ديال السن ديال اجتياز المباريات ديال التكوين الاولاد ديال التكوين. هذا خلى واحد المجموعه ديال ردود الافعال على مستوى الشارع، خاصه بالنسبه للطلبه وبالنسبه ايضا للعاطلين الى غير ذلك، اللي شافوا على انه هذا القانون هذا جاء ظرف العمق الطموحات ديالو. الوزاره اخذت القرار ديالها بناء على معطيات اعتقد لربما تركيا مقتنعة بها، تقدر أيضا بالنسبة للطرف الآخر مقتنعش بها، ولكن أيضا الوزارة في نفس الوقت تعتقد على أنه ما كانش كان نسبيا متسرعة في هذا القرار، كان واحد النوع من التشاور، التشاور باش يمكن تخرج هذا القرار اللي دفع فيه هذا ردود الفعل ديال الشارع. هذا ردود الفعل ديال الشارع اللي تطبع عليها ما يلي. صبيحة اليوم، صبيحة اليوم كانت واحد الحركة ديال التلامذة في مختلف المؤسسات التعليمية وخاصة في الثانويات الإعدادية، لما تفرض هذاك الامتحان امتحانات موحدة، امتحانات موحدة، الشيء اللي خلى الوزارة مباشرة أن تأخذ القرار ديال إلغاء ديال هذه المذكرة ديال هذه الامتحانات الموحدة. السيدة المديرة، شنو التقييم ديالكم بصفة عامة أولا لهذ العملية ديال تقديم الترشيحات ديال ديال الطالبين هذه المباراة. ثانيا واش تنتظروا على انه ربما يكون شي تحكيم ملكي فيما يتعلق في هذا السن ديال التسقيف، لانه الوزارة متمسكة ومتشبثة بالقرار ديالها، وايضا الشارع على انه ايضا متمسك ايضا بالنضالات ديال والامتحان على الابواب. شكرا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية لا يسعني إلا أن أتقدم أصالة مع نفسي ونيابة عن كافة أعضاء الفضاء الجهوي للصحافة والإعلام والتواصل الذي رأى النور مؤخرا من الكناس بعدما كانت سيته بالمنتدى الجهوي للناشئين الصحفيين، والذي راكم عدة أنشطة بالعاصمة الإسلامية لمكناس، وبالتالي كان أهم وأبرز حدث كنا نظمناه هو قافلة الوحدة الترابية نحو الأقاليم الصحراوية سنة 2010. بالتالي هنا معنا هنا إلى جانب كل الزملاء مجموعة من الأعضاء من بينهم نائب رئيس الأستاذ عبد الرحمن دياب وأمين المال هنا حجر خالد الرحمني والسي نبيه عبد الضيف الكاتب العام ومجموعه من الوجوه التي حضرت هذه فعاليه هذه الندوه، وهذه الندوه تشرف الصحافه بمكناس لتتواصل مباشره مع السيده وفاء شاكر المندوبه الاقليميه المشكوره على تلبيه هذه الدعوه.
ليطرح مجموعة من التساؤلات، وليس هذا الحدث الذي يروج الآن هو سبب أن نتواصل معك، ولكن وجب أن نفتح هذا التواصل مستقبلا في كل مستجد يخص التعليم وبوابة التعليم التي هي تعنى باهتمام شديد من قبل المتتبعين والمعنيين بقطاع التعليم على العموم، فلذة الأكباد من التلاميذ والطلبة إلى آخره. الأسئلة دي لا تكون مركزة فقط، سؤالان مركزان. السؤال الأول، الكل كان يتحدث في السياسات الحكومية عن تكافؤ الفرص، ألا ترون السيدة المندوبة على أن هذا القرار، قرار الوزير، هو قرار مجحف في حق هذا المبدأ، أي مبدأ تكافؤ الفرص؟ وبالتالي سمعت رقم أن هناك أكثر من 120 ألف طلب، يعني الآن تجاوز، لا وأعتقد على أن هناك إحساس بالحقرة أو الحقرة التي نتحدث عنها كمغاربة في حق مجموعة من الشباب الذين تجاوز عمرهم 31 سنة ووصلوا إلى 35 سنة وحصلوا بعدها على الإجازة. أليست هناك يعني نوع من الحقرة، خاصة أن الوظيفة العمومية وقائمها يفوق يعني يتجاوز 35 سنة، يعني 40 سنة في الوظيفة العمومية، أليس هناك تناقض؟ كما تتابعون معنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في هنا على المباشر، هذا جانب من الندوة الصحفية، وسمعنا العرض الذي قدمته السيدة المديرة الإقليمية في الأثناء، والآن أسئلة بعض الإعلاميين الحاضرين لهذه الندوة. يعني تجاوزت الخطوط الحمراء كما يعتبرها السيدية دائما، الخطوط الحمراء لا يجب أن تتجاوزها، فقد تجاوزت الحدود، والآن مع استقبال متحور جديد وخطير جدا، وبالتالي هل أوميكرون أو ما يسمى ب أوميكرون، يعني هذا الفيروس، هذا الفيروس الذي قد يخلق بعض الأجواء وبعض البلبلة داخل الأوساط، هل هناك يعني من استعداد إلى جانب وزارة التعليم أو وزارة التربية الوطنية، هل هناك استعداد بمكناس لمواجهة لا قدر الله أن دخل هذا الفيروس في أوساط التلاميذ؟ التخوف يعني يحل في أوساط يعني الأوساط وهاجس للأباء، كيف سيتعاملون مع المتحول، خصوصا وأن التعليم عن بعد أرهق الآباء وأرهق الخطر التربوية برغبتها. شكرا لك الأستاذة وفاء على دعم الأستاذة. شكرا سي فوزي. الكلمة سي عثمان شف. السلام عليكم يا أخواني الكرام، تحية لجميع الزملاء الحاضرين معنا، وفي البداية نود أن أشكر السيدة المديرة الإقليمية اللي هي الصراحة التقليد القديم الجديد المتعلق بتنظيم ندوات صحفية مع كل بداية موسم دراسي. نتمنى تكون المبادرة جات يعني بطريقة عفوية بعيدة عن الاحتجاجات اللي كانت شهدتها المدينة وعموم الوطن بخصوص شروط التنظيم الجديدة. السؤال الأول علاقة بموضوع الندوة اللي كيتعلق يعني صراحة كما قلت يا أستاذة منظر إعلامي سمكناس بخاسك وبرلمان بانكون كاين كما جاء لسانكم أستاذة أن كاين هاد الشروط هاد الإجازة باش تحفز الناس اللي عندهم واحد الرغبة باش يولجوا مهنة التعليم. السؤال كيطرح هنا كيتغرد فيه على ان الشروط تتغير كل سنه، يعني الا كان حاليا شي تلاميذ البكالوريا وعندي يعني كيحلموا انهم يجوا لمباراه التعليم او انهم يختاروا مهنه التعليم، فخصهم من دابا انهم يختاروا هذه الشروط هذه ياخذوها بعين الاعتبار باش يهيئوا نفسهم لها. يعني شكون اللي يضمن ان بعد خمس سنوات او بعد مثلا نهايه الحكومه الحاليه انه ما يتغيرش ديك الشروط؟ كما اننا لاحظنا ما جينا نشوفوا كل سنه من السنوات اللي دازوا كانت الشروط دائما كتغير، مثلا مرحله كان توظيف مباشر، واحد المرحله كان حذف اعتبار الانتقاء، واحد المرحله كان فتح الباب امام يعني 60 حتى 50 سنه ولا 55 سنه، يعني كل سنه كيكون واحد المتغيرات. يعني كيفاش غادي نخليو هذوك التلاميذ حاليا اللي في الاعدادي ولا في البكالوريا اننا نهيئوهم
منهم هذا بالخصوص دراسيا انهم يساعدوا المباراه الثانيه. العديد من التصريحات الاعلاميه الموظفين ديال الوزاره او للوزير نفسه كيعطوا واحد الارقام اللي صراحه مقلقه ومخيفه، اللي كيقول لنا 70% من التلاميذ لا يجدون الكتابه والقراءه، وكانه يعني كيربط هذا الرقم هذا بشروط التوظيف، يعني كانه يقول يعني بعباره اخرى بطريقه غير مباشره ان هذيك الشروط اللي كانت قديمه اللي كنا كنحيدنا فيها على الانتقاء وحيدنا هذه هي اللي وصلتنا لهذه النتيجه، ولكن كيغيب واحد الامر اللي كاع الشركاء كيطرحوه من النقابات ومن جمعيه الاباء وكذا، يعني هو مشاريع ديال الوزاره اللي تخسرات فيها فلوس كثيره، برامج تجاري، مجموعه من البرامج، يعني ما كنهضروش هذيك البرامج اللي فشلات ما عرفناش حتى نقيموها ولا نقولوا واش شحال ولا ما شحال، هذيك ما كنهضروش عليها، ولكن كنستحضروا هذا الرقم هذا بشروط التوظيف، يعني بحال كامل المسؤوليه كنحملوا على هذا الشرط. موضوع اخر عنده ارتباط بالدخول المدرسي، مادام حنا في المدرسه الصحفيه، يعني كان صراحه كان المدير الاقليمي شحال هذه ولا النايب ديال التعليم شحال هذه، كان معكم بدايه الدخول المدرسي، كنا تعودنا انكم واحد المدوه صحفيه كنسلطوا فيها الضوء بالارقام، واحد العرض تقريبا على الدخول المدرسي، على البنايه الاحداثات، على المشاكل اللي عرفتها المنظومه معكم الدخول المدرسي. نتمنى هذه التقريبه هذه تعاود ينتهي ويتجددها عاوتاني ان شاء الله. بالنسبه للموضوع ديال الدخول المدرسي، كان بزاف النقابات يعني شاو ان كاين بزاف المشاكل اللي صادفوها الدخول، بينها يعني مشكل ديال الاكتظاظ، مشكل ديال غياب واحد الاحداثات جديده اللي تواكب داك التوسع العمراني، هذا ما كنحملوش انا المسؤوليه فيه، هذا تقريبا التداعيات نتاع واحد عشرات السنوات ديال الخروقات نتاع التعمير وديال المشاكل ديالها كنشوفوها اليوم، بدات كتجلى خاصة أحياء أناسي النعيم، دابا هذوك الأحياء اللي ولاو ما نقولوش باش نحسبوهم قرويين وكيقراو فيهم ولاد مكناس، كيقراو في أي تولات ولاو مضطرين ولاد مكناس، التلاميذ ديال مكناس كيستعملوا النقل المدرسي باش يمشيو لواحد إحدى الثانويات واحد المؤسسات اللي في العالم القروي، ماشي ما عرفتش العالم القروي هذاك ولا حضاري أي تولان وبريدية، التلاميذ ديال مكناس كينتقلوا الجامعه اخرى باش يتابعوا الدراسه ديالهم، ومع ذلك واخا كينتقلوا بوسائل النقل من تقريبا يعني اولياء الامور ديالهم هما اللي كيتكلفوا بديك، ما كاينش شي مبادره داخله فرض على الخط مثلا شي اقتناء الحافله النقل المدرسي، كاين غير مبادرات تطوعيه من جمعيه الاباء ولا من الاباء نفسهم، ومع ذلك كاين اشكال كبير في جانب المؤسسه اللي عقدتها السيده المديره، كاين مشاكل ديال الاحتجاج، حاليا انا سمعت غير مؤخرا اتصلوا بيا شي مشكله البارح، كاين واحد المؤسسه تما ان السبعه فيها زرهم عندهم واحد البلاصه اللي قريبه منها التعليم، ومع ذلك ماشي دابا غادي يجيو عاوتاني غير ثمانيه غادي يجيو مؤسسه اخرى كما تابعت شوف الفيت ولا العرض السيده المديره توضيح لهذا القرار. السؤال الاخير هو الدوافع اللي خلاتهم هذا القرار. شكرا لكم مشاهدينا المتابعين لنهايه هذا البث، استودعكم الله يسامح دابا حنا ضربنا اللي جاي.